سن التقاعد معضلة يخشاها الرجال والنساء، وهو الوقت الذي ينبغي فيه للمرء أن يكف عن العمل. منظمة الصحة العالمية أعلنت ارتفاع متوسط الأعمار في العالم بنحو 10 أعوام في الفترة بين 2000 إلى 2019. سن التقاعد في العالم حالياً هو 63 عاماً للنساء و 64 عاماً للرجال. في معظم الدول العربية يصل سن التقاعد إلى 60 عاماً. في خمسينيات القرن الماضي حين وضعت قوانين سن التقاعد كان متوسط العمر 66 سنة للرجال و 71 سنة للنساء. بحلول عام 2050 يتوقع أن يكون 1 من 6 أشخاص بعمر 65 سنة أو أكثر، ليصبح عدد من يغادرون العمل أكبر من عدد الذين يدخلونه، ما يجعل التقاعد في عمر 65 سنة غير عقلاني. خبراء يرون سن التقاعد في سن مبكرة إهدارا للطاقات الإنتاجية، ويشكل عبئا على صناديق التأمينات والمعاشات، وأن الحل للتقاعد المريح في الظروف العصرية هو الاستثمار في سن مبكرة والاستمرار في العمل لما بعد 65 سنة. بريطانيا تنوي رفع سن التقاعد من 66 إلى 67 في عام 2028، وقد يصل إلى 68 سنة في عام 2044. ما هو السن الأفضل للتقاعد؟